السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناتي التعليمية. أول عطلة بينية إن شاء الله لهذا الموسم هذا إن شاء الله غادي تبدأ أو غادي تكون ابتداء من يوم 23 أكتوبر إلى يوم 30 أكتوبر إن شاء الله. يعني هذه العطلة هذه غادي تبدأ إن شاء الله من 23 أكتوبر إلى 30 أكتوبر، وغادي تكون هذه أول عطلة بينية لهذا الموسم إن شاء الله، وبالتوفيق لكم ولجميع التلاميذ وللأطر التربوية.